السلام عليكم يا اخوان، تبارك الله عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في قناه عالم المشاريع. فان شاء الله هذا هو ستيب اللي غادي يكون عندنا ان شاء الله، هذا هو ستيب ديالي الجديد. باقي في البدايه، يلا علقت الدرع ديال اليوتيوب، فالحمد لله بدلنا المحل حتى الحمد لله غادي نبدلوا ستيب اللي غادي تشوفوه، داك الشيء رائع ان شاء الله. لما لا، فالى عجبكم الفيديو خليوا معكم لايك وكذلك الاشتراك في القناه باش ان شاء الله نستمروا معكم في المزيد ان شاء الله. اذا الاخوان كما شفتوا معايا في المقدمه ديال الفيديو، اليوم غادي نشوفوا واحد الاله رائعه جدا الناس اللي ما كيعرفوش بزاف، اللي هو المقص اللي كيقطع الوراق. اللي كيقطع الوراق كما كتعرفوا هذاك راه فيه بزاف ديال الانواع. كاين الماسيكو العادي، داك اللي كيقطع باليد الصغير، حجم صغير، وكاين الماسيكو يعني المتوسط، وكاين الماسيكو المانيوال بروفيسيونيل، هو اللي غادي نهضروا عليه دابا حاليا. هذا الماسيكو المانيوال بروفيسيونيل كيقطع الوراق بزاف، وفي نفس الوقت الثمن ديالو ما غاليش، يعني كيدير الثمن ديالو ما كيفوتش 2000 درهم، وكذلك كيرخص عليك الوقت وكيرخص عليك بزاف الحاجات، وكيقطع لك الكونتيتي اللي هي كبيره. هذا هو الماسيكو المانيوال بروفيسيونيل الاخوان. كذلك كيجي من موراه الماسيكو المانيوال بروفيسيونيل الكتريك اللي كيخدم بالضوء، يعني هذاك ما غاديش نهضروا عليه حاليا. دابا الضوء ديالنا هو هذا الماسيكو اللي غادي تشوفوا معايا، فانا غادي نفتحوا حداكم الاخوان كما كتشوفوا معايا، راه كيبان لكم دابا على الشاشه. هذا الماسيكو هذا رائع جدا الاخوان، والطريقه ديال التركاب ديالو ماشي شي حاجه اللي صعيبه اصلا، هو كيجي راكب واجد ناضي. اذا فكما قلنا الاخوان، انت ما تحمق مع راسك ما والو، يعني هو راه كيجي راكب ناضي، انت غادي تشدو وغادي تركبو، يعني تركب له غير داك الطوب الطويل كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. ها هو عندك الماسيكو بالصحه والراحه. هذا الماسيكو هذا الاخوان كيتحتاج بزاف بالنسبه للناس اللي كيخدموا العدد الكميه الكبيره، يعني غادي تحتاج هذا الماسيكو هذا، يعني تقدر تقطع به وريقات، تقدر تقطع به يعني مجلات الى غير ذلك، وفي نفس الوقت ما كيشدلكش راس المال اللي هو كبير بزاف. هذا الماسيكو هذا الاخوان كاين المطابع اللي كيخدموا بالماسيكو الكبير، والناس اللي يلاه بادئين كيبقاو ماشيين تدريجيا، كيكون ماشي بالصغير من بعد كياخذ الكبير من بعد وهي ماشيه حتى كتوصل عندك الماسيكو اللي كندويو عليه دابا حاليا. بالنسبه للفورما ديالو كيجي اطروا بلوس، يعني كيقطع لك العبار ما بين كيوصل حتى ل 45 سنتيم الاخوان، وكذلك كيقطع حتى 350 غرام. 350 غرام يعني البابي الغليظ اللي كيقطعوا اللي كيطبعوا به الكارت فيزيت الى غير ذلك، حتى هو كيتقطع وكذلك بالكونتيتي اللي هي كبيره الاخوان. كذلك الاخوان بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالو ماشي شي حاجه اللي صعيبه كما كتشوف معايا، كتحيد له غير داك الزيار، عنده واحد اللعيبه كتبريسي بها كما كيبان لكم، يعني الطريقه ديالو الصراحه رائعه جدا وبسيطه، يعني ما كيحتاجش شي فورماسيون الى غير ذلك باش تقدر تخدم بهذا الماسيكو هذا. فصراحه هذا الماسيكو هذا ما كانش بحال هذه، يلا بدا كيدخل المغرب، لان هو قديم في السوق، ولكن بالنسبه للمغرب ما كانوش كيخدموا بهذا الماسيكو بحال هذو، كانوا كيخدموا الماسيكوت العاديين الى غير ذلك. فالحمد لله في قناه عالم المشاريع دائما غادي نبقى نجيب لكم افكار ومشاريع اللي تعود عليكم بالنفع ان شاء الله. دائما غادي نحاول نجيب لكم الجديد سواء في الالات وكذلك في التجارب، كما شفتوا حطينا بزاف ديال المشاريع. فنكملوا بالنسبه لهذا الماسيكو هذا الاخوان. هذا الماسيكو كيجي ثقيل الصراحه، البوا ديالو ثقيل. علاش كيجي البوا ديالو الوزن ديالو ثقيل؟ باش ملي كتجي تبريسي على الورق ما كيتهش ما كيطلعش معك، يعني كيبقى شاد بلاصتو. دائما شي حاجه فاش كتحتاج الضغط كتكون ثقيله، يعني الاله جميع الالات اللي كيحتاجوا الضغط باش يقطعوا كيكونوا ثقال واحد شويه، تفهمنا الاخوان. فهذا هو الماسيكو المانيويل البروفيسيونيل. صراحه بزاف الناس خداوه من عندنا، ويعني صراحه ما طريقه الخدمه ديالو سهله ومربح جدا الاخوان. علاش مربح؟ يعني كيكلف عليك الوقت وكيكلف عليك اي حاجه اللي تقدر تمشي انت عند المطبعه وتجي يعني وتجي انت عندنا باش تقطع الى غير ذلك، فكيكون عندك ماسيكو ديالك حداك كتقطع به المسائل ديالك وانت واجد بالصحه والراحه. فكما كتشوفوا الاخوان كيقطع مثلا الورقه ديال الرامه ديال الفوتوكوبي ديال 500 ورقه، كيقطع منها واحد الكونتيتي اللي هي كبيره، يقدر جوج يقسمهم لك على جوج، وها هي واجده بالصحه والراحه الاخوان. اذا فكما قلنا الاخوان هذا الماسيكو هذا صراحه كيوفر عليك بزاف ديال الاشياء. فبزاف الناس ما كيعرفوهاش، يعني الناس اللي بغاو يتواصلوا معنا النمره كتلقاوها في صندوق الوصف ان شاء الله، ونخليكم تشوفوا تتمه ديال الفيديو، تشوفوا يعني الماسيكو كيفاش كيتركب
وان شاء الله تشوفوا طريقه الخدمه ديالو وكذلك يعني غادي تشوفوا كاع داكشي بالديتاي. ما تشوفوا فينا اخوان كملوا الفيديو حتى الاخر لان غادي تشوفوا الماكينه كيفاش كتخدم وطريقه الاستعمال ديالها طريقه التركيب ديالها كلشي كلشي غادي تشوفوا معنا الاخوان. ما تشوفين فعلا شوفكم فيديو دعمونا بلايك الاخوان. الحمد لله حنا في حمله باش نوصلوا 300,000 مشترك وصلنا دابا 236,000. ما بقى والو ما بقى قد ما فات. كنشكركم كاع المتابعين ديالنا الحمد لله وباقي غادي نجيبوكم اي حاجه كتهمكم واي حاجه عندها علاقه بالتجاره الحره يعني المشاريع الحره ان شاء الله. اذا كان معكم هشام الدمج مصمم اشهري نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. نهاركم مبروك بالسلامه. We'll be right back.